السلام عليكم، معكم مازال حمدو شي فيديو جديد. الو والله اول مره كتشاهد القناه ما تنساش انك تابون وتفعل الجرس. الفيديو ديال اليوم هو الفيديو اللي كنتو كتسناو من السيمانه اللي فاتت، لان السيمانه اللي فاتت درت الفيديو على اشارات كتدل على ان عندك نقص في هرمون الذكوره، وكان واحد التفاعل كبير، وكنت واحد تكون بحلول في هذا الاسبوع. في هذا الاسبوع غادي نهضروا على كيفاش انك تزيد القوه الجنسيه ديالك، كيفاش تزيد البناء العضلي ديالك، كيفاش تحسن من النفسيه ديالك، يكون عندك شغف وايجابيه وحيويه عن طريق زياده هرمون الذكوره، وانك توصل واحد الانتاج اقصى وتحسن من مستوى الانتاج التستوستيرون ديالك الا كان عندك واحد انخفاض بشكل مهم. لذلك فالتستوستيرون هو هرمون الذكوره ولا هرمون الرجال، هرمون اندروجين انابوليك. اندروجين يعني كيدخل في الجانب الذكري بما في ذلك الجانب الجنسي، وانابوليك يعني بناء، وبما كيخصنا حنا في الحاله ديالنا الرغبه في واحد الزياده عضليه. فاليوم غادي نشوفوا حلول بسيطه واللي غيكون عندها تاثير كبير على الحياه ديالك، لان كل ما ارتفع مستوى التستوستيرون كل ما غادي تلاحظ انه كاين واحد التحسن في المجالات ديال الحياه ديالك بصفه عامه، سواء من الناحيه الجسديه او سواء حتى من الناحيه النفسي. اول حاجه غادي نبدا بها واللي جد مهمه وهو الزنك، لان اغلبيه الناس حول العالم عندهم واحد النقص في الزنك، والزنك ما كنقدروش حنا تكون عندنا واحد القدره على التخزين ديالو، فخاصنا ناخذوه كل نهار من التغذيه ديالنا، يعني عن طريق التغذيه. واحد النقص في الزنك كيقدر يؤدي لواحد النقص مباشر في الانتاج ديال التستوستيرون، اما واحد النقص حاد في الزنك كيقدر يؤدي حتى ليبوغوناديزم او ما يسمى بدمور الخصيه، يعني انه كيكون واحد التقلص في الحجم ديال الخصيه ديالك. وكيف ما كنعرفوا فالخصيه هي فين كيتم البناء ديال التستوستيرون، وهي فين كيتم البناء ديال الحيوانات المنويه. اكيد كاين واحد نسبه التستوستيرون صغيره كيتم البناء ديالها في الغده الكظريه فوق الكلاوي، ولكن الجانب الاعلى ديال التستوستيرون كيكون البناء ديالو في الخصيه ديالك. لذلك واحد الدمور في الخصيه الا كان واحد النقص حاد في الزنك كيؤدي النقص في التستوستيرون، النقص في انتاج الحيوانات المنويه، ولكن غير غياب في الزنك بواحد الشكل اللي مهم فيقدر يكون عندك واحد النقص في الانتاج ديال التستوستيرون. لان شنو هي الاشياء اللي غتزيدك في التستوستيرون؟ راه هي اشياء غايبه عن الحياه ديالك، ربما انت ما كتحترمهاش، ما كتوصلش لديك الكميه والعوامل اللي انت محتاج باش توصل. فلذلك اول حاجه تخدم عليها اذا كان عندك فيها نقص ولا ربما ما كتاخذش الحاجيات ديالك منها، وهو الزنك. بيان سور الزنك غادي تلقاه في المكسرات بحال اللوز، بحال القرقاع، غادي تلقاه في الانواع ديال اللحوم، غادي تلقاه في الفواكه ديال البحر، غادي تلقاه في السبانخ. وانا اي حاجه هضرنا عليها، اي ملح معدن ولا شي حاجه، غادي نخلي لك بالضبط في الوصف جميع المصادر منين تقدر تجيبو. حاول انك ما تفوتش 100 ملي غرام في النهار، يعني غادي تكون جد كافيه ديال الزنك. ما تاكد انك كل نهار تاخذ واحد المصدر ديال المصادر ديال الزنك باش تكون متاكد انك من ناحيه ديال الزنك ما كاينش خطا، وانك الا كان عندك مشكل هنايا ها انت بعدا حليتي وليتي كدفع الجسم ديالك الى جانب هاد العوامل اللي نهضر عليها انه وصل لواحد اقصى حد في الانتاج. وكون متاكد ان الزنك واحد من اهم العوامل الى جانب انه كيدخل حتى في التخليق ديال البروتين في واحد الانزيم اللي كيقوم بالنسخ ديال الادين. حنا ما بغيناش ندخلوا في هذه المساله. فنقص ديال الزنك غادي ياثر حتى على الجلده ديالك، حتى على الشعر، واحد من الاسباب ديال الكزيما، كذلك واحد من الاسباب ديال المشاكل الجلديه، لانه كيدخل في عمليه البناء. فلذلك ما تغفلش على الزنك الا بغيتي دير واحد الزياده في التستوستيرون ديالك. العامل الثاني واللي جد مهم هو انك خاصك تاخذ واحد المصادر ديال الدهون صحيه. علاش؟ لان الكوليسترول هو البريكورسور ديال التستوستيرون، هو اللي كيتم الاعتماد عليه في الخصيه. لذلك فمثلا بحال زيت، بحال الارغان وبحال زيت العود، خصوصا زيت العود غادي يكون جد مهم. وانا خليك بحث على الارغان وزيت العود في واحد البحث رسمي دار على الرجال المغاربه كيفاش عاونهم في زياده التستوستيرون. علاش؟ لانه الكوليسترول كيدخل بشكل مباشر هو بريكورسور ديال البناء ديال التستوستيرون داخل الخصيه ديالك، والدهون زيت العود كيحتوي على دهون غير مشبعه ومشبعه اللي كتساعد في واحد الولوج اكبر بواحد الصفه انسب لداخل الخصيه ديالك، بما في ذلك انتاج واحد المستوى مهم ديال التستوستيرون. كاين الناس اللي كيمشيو في الحميه ديالهم في واحد الحميه منخفضه الدهون، اولا كيهمل الدهون في اليوم ديالو، فكيكون هذا سبب من الاسباب اللي ما كتخليش انه يوصل لواحد الانتاج جد مهم ديال التستوستيرون. الى جانب كاين الناس اللي كيكونوا الاطباء ديالهم ربما كيعطيهم واحد الدواء اللي هو ستاتينس اللي كيهبط مستوى الكوليسترول في الدم، فهنا يقدروا يلتجؤوا للطبيب ديالهم باش يشوفوا واش اساسي ويحاولوا يعرفوا الاسباب ديال ارتفاع الكوليسترول هي اللي يخدموا عليها اكثر من الادويه، ولكن هذا في استشاره طبيه. لان انا عطيتها لك هذه معلومه زايده، ربما تكون كتستعمل هذه الادويه ديال ستاتينس، مي بصفه عامه راه واحد النقص في الدهون ما غاديش يخليك توصل لواحد الانتاج. لذلك حاول تاخذ واحد المصادر ديال الدهون صحيه، قلت لك اهمها زيت العود ولا زيت الزيتون ولا زيت البلديه تحت المسمى ديالو، المسميات كامله اللي عنده حنا عندنا في المغرب، غادي يكون جد فعال وجد مساعد. ونخليك البحث لتحت الا بغيتي تقرا اكثر. الور العامل الثالث اللي جد مهم وهي يعتمد على خضار اللي ملفوفه، اللي هي لي شو، الشيفلور، البروكولي، الكرم.
هذه علاش كامله؟ كلها فيها الماده ديال الاندوتريكاربينول اللي كتكبح واحد الانزيم اللي كيقوم بتحويل التستوستيرون ديالك الاستروجين اللي هو اروماتاز اللي كنهضروا عليه ديما. كاين واحد الانزيم اللي كيقوم بتحويل التستوستيرون ديالك الاستراديول اللي هو مشتق هرمون انثوي الاستروجين، اللي كيهمنا انه كل ما تزاد الاستروجين كل ما كيهبط التستوستيرون ديالك. فلذلك انت كل ما خديتي هاد الخضروات هذه اللي كتكون ملفوفه وانا خليها كذلك في الوصف، فغادي تساعد في الكبح ديال تحول التستوستيرون ديالك الاستروجين، لان كل ما زاد الاستروجين ديالك كل ما غتكون عندك مشاكل. كذلك من العوامل اللي كتخلي الاستروجين كيتزاد هو انك كتبقى تاخذ اشياء اللي كترفع لك الانسولين على مدى طويل، فكتربح دهون. فكل ما ربحتي دهون كل ما غادي تزاد استروجين، لذلك بعد من السكريات داك السكر الابيض، بعد من داك السكريات المكرره، بعد من داكشي اللي غادي يرفع لك مستوى الانسولين، فكل ما ارتفع مستوى الانسولين كل ما كتزاد دهون، كذلك كل ما تزاد دهون كل ما غادي تكون واحد المصادر ديال كل ما ارتفع مستوى الاستروجين. كذلك الاشياء البلاستيكيه، الاشياء اللي كتكون فيها واحد الاستعمال ديال المبيدات كتكون غنيه بالاستروجين، كذلك الاشياء اللي كتحتوي على على الصوجه بزاف كذلك كتقدر ترفع لك استروجين. فحاول انك تاكل الخضر الملفوفه. واحد من العوامل الاساسيه هو الكبده، نقي الكبده ديالك، راه الكبده هي اللي كتقوم بالضبط ديال مستويات الانسولين، هي اللي كترد الاستروجين اللي كيكون زايد، وهي اللي كتقوم بالموازنه ديال الكورتيزول اللي هو الهرمون ديال ستريس. فالكبده ديالك حاول تهلا فيها. كيفاش غتهلا في الكبد ديالك؟ خذ مصادر اللي فيها الكبريت. واحد من اهم المصادر اللي كيحتوي على الكبريت هو الثومه، يعني الثومه ضروري تكون في التغذيه ديالك، فالثومه غادي تساعدك بزاف في التنقيه ديال الكبد ديالك، وانا راه داير فيديو على تنقيه الكبد. كذلك السيلينيوم اللي كيكون في الفواكه ديال البحر اولا كيكون في المكسرات، لانه كيجدد لك الجلوتاثيون اللي هي الماده اللي كتنقي الكبد ديالك، وهي الماده الاولى المطهره للكبد ديالك. فكل ما تهليتي في الكبده ديالك كل ما غادي تلاحظ واحد النتيجه افضل، لانك تكون واحد الموازنه هرمونيه اللي جيده. مي باش توقف الاستروجين بعد من الاشياء اللي ترفع لك الانسولين باش ما تربحش دهون، كيف ما قلت لك كل ما تزاد دهون كل ما عندك احتماليه ديال الاستروجين اكثر، وحاول تدخل الخضر الملفوفه. انا عطيتك غير معادله بسيطه اللي غتساعدك سواء من ناحيه ديال الانتاج ديال التستوستيرون، لان كل ما هبط الاستروجين كل ما كانت مستويات الانسولين عاوتاني منخفضه، كل ما كان الكبد ديالك خدام مزيان فتكون عندك تستوستيرون زايد، وفي نفس الوقت فهي في مصلحتك من ناحيه الصحيه. العامل الرابع هو اللي خطير مهم بزاف، وهو العامل ديال ارتفاع مستوى الكورتيزول. كاين واحد السيد سبق لي دار لي في الكومونتير في الفيديو اللي فات انه راه واحد من الاسباب راه ماشي غير الكورتيزول، الكآبه والحاله النفسيه اللي خايبه، راه الكورتيزول والحاله النفسيه ديال الكآبه وديال انه ما تكون عندك رغبه في حتى حاجه راجعه لارتفاع، راه من المسببات ديال ارتفاع الكورتيزول، يعني ارتفاع الهرمون ديال ستريس. الكورتيزول اكيد ان الدور ديالو اساسي في الجسم، ولكن ارتفاع ديالو لمده طويله على مدى واحد المده طويله على ايام وشهور، وانت كترتفع عندك الكورتيزول بواحد الشكل كبير نظرا لواحد الضغوط، نظرا لواحد ستريس متواصل الى ابعد درجه، راه غادي يخفض لك مستوى التستوستيرون الى اقصى درجه. لذلك من اهم العوامل اللي غادي تحارب بهذه المساله وتحاول انك يعني تجنبها، وهو انه تنعس، وتحاول انك تنعس شويه بكري باش انه تستافد من واحد الخفض ديال المستوى ديال الكورتيزول. فالكورتيزول حنا خصوصا في هذا العصر هذا في الضغط والستريس بواحد الشكل كبير، انا ما كنقولش ان الستريس خايب، الستريس ضروري غدوز منه كاع الناس كيدوزوا منه، ولكن واحد الاستمرار ديال الستريس اللي كيؤدي لكآبه، واحد الكآبه متواصله وداك ارتفاع الكورتيزول فراه يخفضك. داكشي علاش الا كان عندك كآبه وكان عندك واحد الحاله نفسيه اللي خايبه فكتلاحظ انا ما عندكش رغبه جنسيه، لان عندك واحد انخفاض حاد في مستوى التستوستيرون. فالمعالجه الحاله النفسيه حاول انك تجنب خصوصا واحد ستريس اللي ما عندك ما دير به. احيانا في الحياه كيكون عندنا واحد ستريس ما عندك ما دير به غير انت كتبغي تدخل راسك فيه. ثاني حاجه حاول انك تنعس، حاول انك تنعس، حاول قبل النوم ديالك انك تاخذ واحد المصادر الزنك والماغنيسيوم. فكيف ما قلت لك الزنك جد مهم لانتاج ديال التستوستيرون، كذلك الماغنيسيوم، وكلهم غتلقاهم ان شاء الله في المكسرات، غادي تلقاهم في الصباني، غادي تلقى الماغنيسيوم كذلك في الخضر الخضراء، غتلقاه في الربيع الخضر بحال القزبر بمعنوس، هذه مصادر كلها غتلقى فيها الماغنيسيوم. لذلك حاول تنعس واحد المده ديال 7 السوايع الا كنتي كتعيش واحد الضغوطات الكبيره، حاول تاخذ واحد المصادر الزنك والماغنيسيوم، هادو كلهم غادي يكونوا من الاشياء الى جانب هادشي كامل اللي هضرنا عليه اللي مساعدة في رفع مستوى التستوستيرون ديالك، خصوصا وان الكورتيزول من المدمرات ومن الاشياء اللي الا كانت مرتفعه بزاف غادي تخفض لك مستوى التستوستيرون بواحد الشكل كبير. لذلك ستريس فهنا غادي نعيشوه، ولكن تعايشوا معاه بالطريقه انه تحاول تنعس بواحد الشكل كبير، تحاول انك تبقى ايجابي، تحاول انك تمارس واحد العادات اللي ايجابيه في حياتك، باش هكا يكون واحد الخفض واللي يخليك ان مستوى التستوستيرون ديالك كذلك تحسن وتنمو وتطور. الحاجه الخامسه وهي اعشاب اللي تقدر تستعملها، وخصوصا تقدر تلقاها على شكل مكملات، ولكن كتكون ذات مصدر
طبيعي. عندك الأشواغاندا هذه غادي تساعدك كذلك بشكل كبير في رفع مستوى التستوستيرون. عندك الجينسنج، الجنجبر سكينجبير، تقدر كذلك تستعمل الارجينين سكينجبير، تقدر تلقاه في مكمل سكينجبير، جنجبر وماكا تقدر تلقى على هذا لا فورمول. هذو كلهم غادي يقدروا يساعدوك بواحد الشكل اللي جد مهم، واللي غادي تلقاهم في عبوات بشكل طبيعي على شكل مكملات. تقدر شي انك تاخذ مثلا سكينجبير زعما حر، فما كاين حتى اشكال، غادي يساعدك بواحد الشكل اللي جد مهم. الا كان عندك كذلك نقص فيتامين دي فعندهم مستقبلات في الخصيه وجد مهم في العمليه، فحاول انك تاخذ نسبه اللي انت محتاجها. ربما في دول اللي فيها اشعه الشمس بواحد بشكل عالي ما كيكونش هذا النقص هذا، الا مثلا في الناس اللي في الاوروب واللي كيكون عندهم واحد غياب الشمس بشكل كبير. لذلك اللي كنتي في واحد الدوله اللي فيها واحد النقص في التكوين، ما فيهاش اشعه الشمس، ويكون عندك واحد النقص في التكوين ديال فيتامين دي، فحاول انك تاخذ واحد المصادر ديال فيتامين دي على الاقل على شكل مكمل اللي كتلبي به النقص ديالك. يعني هذه كلها مسائل غادي تساعدك. من اللي بغيت نوضح ومازال واحد العامل اخر غادي يجي اللي جد مهم من قبل ما نوصلوا ليه، هو انه حاول انه بصفه عامه، ولو ان هضرنا على املاح معدنيه وفيتامينات اساسيه اللي كتدخل في العمليه ديال البناء، حاول انه تحضر جميع الخضار الخضراء في التغذيه ديالك. يعني خضار اللي لون ديالها اخضر او لا خضار بشكل خضر اخر، حاول ان يكون واحد التنوع. يعني ان دائما الفيتامينات والانزيمات عندها واحد الدور مباشر او لا غير مباشر في تكوين التكوينات الهرمونيه. يعني حاول انك تدخل الفيتامينات على الاشكال ديالها، وحاول انك تدخل الاملاح المعدنيه من التغذيه ديالك على الاشكال ديالها، وما تغلطش في هذه المساله. راه كنقول لكم الاملاح المعدنيه والفيتامينات عندها دور كبير، راه حيت كنحقروها وحيت ما كنسوقوش ليها. علاش؟ كتلاحظ انه كاين واحد انخفاضات كثير في اشياء في الجسم ديالنا، خصوصا في معدلات الهرمون ديال التستوستيرون، الى جانب التغذيه المعاصره اللي غنيه بالاستروجين، لانها غنيه بالمبيدات، بعد من المواد البلاستيكيه لانها غنيه بالاستروجين، بعد من الاشياء اللي انت عارف انها مبيدات بزاف، بعد من الاشياء اللي فيها المستخلصات ديال الصوجا كذلك كترفع لك، كذلك كترفع لك المستوى ديال الاستروجين، بعد من الاشياء اللي غترفع لك الانسولين. راه كل ما مرتفعش الانسولين، كل ما مرتفعش الاستروجين، كل ما كانت الكورتيزول المستويات ديالو يعني مضبوطه، كل ما غادي يكون عندك واحد ارتفاع ديال التستوستيرون. كل ما قصتي هاد العوامل هادي، سواء دمرتيها بسكريات سريعه ولا دمرتيها بواحد السكريات اللي مكرره، سواء دمرتيها بالاستروجين، سواء دمرتيها بديك الدهون اللي كتزاد كتقعد تاكل ترفع في الانسولين وتزيد في الدهون وتزيد الاستروجين، كل ما غتلاحظ واحد انخفاض في التستوستيرون. حيت واحد الاخ سبق قال لي انه الزياده ديال الدهون ما كتعنيش انه واحد النقص في الرغبه الجنسيه. انا واحد الذكور انا في الفيديو اللي فات ما قلتش غير زياده ديال الدهون، قلت واحد السمنه اللي معيقه، واحد السمنه كثيره. فالزياده ديال الدهون بواحد الشكل كبير غادي يؤدي لواحد التحويل ديال التستوستيرون بشكل كبير الاستروجين، وهنا غادي يكون واحد الانحدار كبير في الرغبه الجنسيه، وغادي يكون واحد الانحدار كبير في القدره نظرا للانحدار ديال التستوستيرون. ماشي قلنا غير اللي زاد عنده دهون زعما راه عنده واحد الغياب ديال الفحوله نوعا ما او لا من هذه المساله، فحنا قلنا اللي عنده واحد السمنه زايده بواحد الشكل كبير اللي وذكرت بهذا المسمى، قلت واحد السمنه اللي كتولي كتقي الصحه، يعني واحد السمنه اللي غير صحيه اللي تقدر تؤدي حتى الامراض، يعني ماشي غير نقص في الرغبه الجنسيه. لذلك بعد من هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي تلاحظوا واحد التحسن لي كبير، سواء من ناحيه القدره ديالك سواء من ناحيه ديال المورال ديالك. العامل الاخر واللي هو جد مهم وهو التدريب بهذه الطريقه اللي غادي نقول لك، وهو انك تدرب مجموعات عضليه مختلفه، تدخل واحد المجموعات عضليه كثيره، وتدريب بواحد الثقل بواحد الشده عاليه في واحد الوزن في واحد الوقت قصير. عفوا ماشي وزن، داكشي علاش كتلقى ان الاطباء بزاف كينصحوا بكمال الاجسام، وهادشي علاش كمال الاجسام جد مهمه، لان كتوفروا فيها هاد العوامل كامله. اولا كتوفر انك تقدر تخدم مجموعات عضليه كثيره، دي موفمون بولي ارتيكولار بحال في الصدر البنش بريس، بحال في الظهر ديد ليفت او الروينغ بار، بحال في الرجلين سكواد. يعني بصفه عامه المجمل ديال التدريب، وانا راه داير التدريب كاملين في يوتيوب هنايا، يعني تدخل تفرج تلقى كل عضله بالتدريب ديالها، وفيها بزاف ديال هاد المنظومات اللي كتخدم مجموعات عضليه كثيره. فكل ما خدمتي مجموعات عضليه كثيره كل ما غادي يكون واحد التحسن في الانتاج. كذلك تخدم بواحد الاوزان عاليه اللي انت كتقدر عليها، هذا امر اكيد، في واحد الوقت اللي قصير، وهادشي كيتحقق في كامل الاجسام. فانت الا زدتي واحد الوزن ثقيل ما تقدرش تبقى به دقيقه ولا جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق ولا اربعه دقائق، فكتبقى فيه واحد الثواني معدوده اولا واحد دقيقه على اقصى درجه، فكتحقق ديك المعادله ديال الاوزان الثقيله واحد الشده عاليه في وقت قصير. داكشي علاش ينصح بكمال الاجسام، وداكشي علاش كمال الاجسام هو الرياضه اللي كيتمثل فيها واحد الجانب كبير ديال الزياده ديال القدره ديال البناء ديال الهرمون بواحد الشكل افضل. فما تغفلش على المساله، الا ما كنتيش كتدرب دخل تدرب، خصوصا الا كانت عندك واحد العادات سيئه في حياتك، فهنا
حاول نعطيك اهم الاشياء اللي غادي تساعدك في زياده ديال التستوستيرون ديال هرمون الذكوره. راه احيانا كتغيب عني اشياء، انا راه كنحاول نقرب لك باش نذكرك انه غتلقى بزاف اي حاجه هضرت عليها تلقاها في بحوث، لو بغيتي تزيد تعمق ان شاء الله غتلقاهم في الوصف، باش لو بغيتي تزيد تقرا غير هما بالانجليزيه. مي انا حاولت نعطيك اهم الاشياء. الى غابت علي اشياء قولوا لي في الكومنتات، نقدر نزيد فيديو واحد اخر ونديروا اضافات. حنا هنايا ما حنا هنا الا باش نستافدوا ونفيدوا بعضياتنا، راه كذلك كنستافد منكم فاش كطرحوا عليا شي حاجه، كنزيد نبحث وكنزيد نقلب بواحد الشكل افضل. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على العاده السريه والتاثير ديالها والبورنوغرافيا انك مبلي بالادمانات، راني دير فيديو على الادمان ديال البورنوغرافيا وعلى هذه المساله ديال العاده السريه والمساله ديال الادمان ديال الحشيش ديال الكارو ديال الكوكايين او الادمان ديال انستغرام او الادمان ديال الالعاب وكيفيه العلاج ديالها، في فيديو اللي غنخلي لك ان شاء الله في النهايه، وفيديو اللي واعر بزاف ثق بيا في نص ساعه، ولكن فيه واحد الشرح اللي كان جد ممتع لانه قاس كل شيء. يعني الا كان عندك اي نوع من الادمان كيسبب لك الكآبه في حياتك ان شاء الله تلقى الحل في داك الفيديو. كنتمنى اني كون كنت خفيف على القلب، بيان سور حاولت انني نطرق لكل شيء بواحد التبسيط تام. راه قلت لك الا غابت اشياء ان شاء الله ذكروا لي نزيدو نهضروا عليها. وبيان سور اليوم راه الموضوع العلمي بسطناه، يعني راه كاين شي اشياء اللي كتكون ماشي بديك البساطه، هي اكثر تعقيدا، حنا غير كنحاولوا نبسطو. كنتمنى انه يعجبك الفيديو، ما اللي عجبك ما تنساش انك دير لايك غير باش يقدر انه تعرفوا على الناس اخرين. ما عجبكش دير ديسلايك، خذ الراحه ديالك وانتقدني الا كان شي انتقاد بدنا، انا هنا باش نتطور، هذا امر اكيد. احبكم في الله، تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.